تبستر بها جميلة، شكل لا، البدن له دور، اللون له دور. الإمام عليه السلام الله عليه يقول: تزوجوا سمراء عينا عجسى مرضوعة، ومن كرهها فعلي مهرها. أنا أخذك أنت حصل لي فد واحدة سمراء عينا عجزاء ومربوعة، إذا ما تريدها الإمام علي يقول أنا أخذها. إذا أنت تعرف السمارة شنو لها دور؟ لها دور بالقابلية الجنسية، لها دور بالحرارة الجنسية، هذا واحد. الثاني عيناء يعني واسعة العين، العين لها دور بالجمال. عجزاء كبيرة العجز، لأن العجز هم فيها قضية جنسية فنية، هم فيها قضية طبية. الدكاترة يقولون إذا كانت المرأة عجزاء يتسع عندها الحوض فيسهل عليها عملية الولادة، وتكون مربوعة لا هي طويلة ولا هي قصيرة. زين هذا يبيها جميلة، تسأل شنو الجمال؟ ما يدري. أكو صفات في المرأة مثلا يستحب رسول الله، أنا ما أكشلك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أريد يخطب مرأة يرسل فد وحدة خبرة، يرسل فد وحدة خبرة بالشغلة، يقول لها أنت روحي شوفي هاي شمي ليتها اللي هي العنق، وشوفي هي درماء الكعب يومو درماء الكعب. فيسأل النبي: ليش هذا الشم ليتها وتشوف درماء الكعب؟ درماء الكعب يعني اللحم الداير مداير الكعب، يكون مملوءة اللحم الكعب تحت. فسئل النبي ليش، قال: إذا طاب ليتها طاب عرفها، يعني هاي تطلع بها ريحة طيبة، وإذا درم كعبها زين عظم كعثبها. القضية لها ارتباط،